بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 52، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، أعاذنا الله منهم ومن أخلاقهم. وفيه باب واحد بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 200 بعد 7000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. من خفض حوله من حوله، يعني لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا، يبدو ان الزيادة من حوله دي قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية وليست قراءة متواترة، يعني اضاف من حوله، لان القرآن ما فيهاش من حوله، مش كده برضو؟ حتى ينفض خلاص مفيش من حوله، فيبدو ان هي تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني ايه؟ ادرج التفسير في وسط القراءة وليست قراءة قرآنية. وهي قراءة من خفض حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، اللي هو مين؟ زيد بن أرقم الراوي. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عبد الله بن أبي ما يهمهش، يحلف وخلاص، هو أصلا منافق، والمنافق أشد كفر، فحلف ده من النبي إنه ما قالش، فأصبح من الكذاب زيد بن أرقم. فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة. زعل بقى سيدنا زيد لأنه اتهم بالكذب، حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون قالوا. يبقى ايه؟ حتى ينفضوا من حوله، دي قول مين؟ دي مش قرآن. يبقى حتى ينفضوا من حوله دي قول ايه؟ قول عبد الله بن أبي، لكن القرآن ما قالش من حوله، فهمت بقى؟ يبقى دي مش قراءة تفسيرية بقى، ده بيحكي قوله قبل نزول القرآن. يبقى نصحح المعنى، لان احنا ايه قلنا كلام فيه تجاوز. إيه
يبقى اللي قال عبد الله بن ابي قال لاصحابي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ده ايه؟ قوله قبل نزول القران ففيها من حوله، يبقى مش قراءه تفسيريه ولا حاجه، ده حكايه قوله، حكايه قول ايه؟ المنافق. ثم جاء القران نزل ايه؟ يحكي قوله بس ما قالش من حوله. كويس. إذا قوله قال زهير وهي قراءة من قبض حول من مهدي، قراءة رواية الحديث يعني وليس قراءة القرآن، يعني رواية الحديث. لأن في إيه؟ في ناس قرأوا الحديث من حوله، فاهم؟ أو من حوله، من حوله حتى ينفضوا من حوله، فبيقول لا هي من حوله، فاهم؟ دي قراءة الرواية نفسها. فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال فلووا رؤوسهم. وقوله كأنهم خشب مسندة. وقالوا وقال كانوا رجالا أجمل شيء. يعني إذا رأيتهم تعجبك أجسامه، من حيث المظهر كاملين حلوين، لكن من حيث القلب خراب والعياذ بالله. وإن يقولوا تسمع لقولهم، وكمان عندهم لباقة في القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة من، لكن هم في داخلهم الرعب والكفر والصفات الذميمة كلها. يبقى لا تنخدع بالمنافق، لأنه قد يكون حسن المظهر حسن القول، فلا تنخدع. العبرة بما بطن في قلبه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر عبد الله ابن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. ليه عمل كده في عبد الله بن أبي لما مات النبي؟ أكرمه وصلى عليه ودفنه بيده وكفنه في قميصه وتفل عليه من أجل إكرام ابنه عبد الله، لأن ابن عبد الله كان صحابي جليل كريم، فالنبي أراد أن يكرم هذا الصحابي فلا يؤذيه في أبيه، وليرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليد التي كانت لعبد الله بن أبي لعمه العباس عندما أسر في بدر، أعطاه قميصه، أعطى القميص. يعني عبد الله بن أبي المنافق هذا كان جسمه قريب من جسم سيدنا العباس، فلم يجدوا قميص في مقاس جسم سيدنا العباس إلا قميص عبد الله بن أبي، فأعطاه لعم النبي عندما أسر في بدر، فالنبي أراد أن لا يكون له يد عليه فكفنه في قميصه، ده قميص بقميص. ثم صلى عليه وكان لم ينزل آيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فكان الأمر على الإباحة، فلما فعل ذلك نزلت الآيات، فلم يصلي على أحد منهم بعده. واضح. وعن أبي قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول
الحمد لله. يكون الله يصلح بالكم. جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه. هو عبد الله بن ابي اللي بعت ابنه قال هات قميص النبي مقابل قميص الذي البسته لعمه. فهمت بقى ازاي؟ علشان هو عايز ينال بعض الشرف يذكر به بعد وفاته. فهمت؟ فعبد الله ابنه صحابي جليل راح للنبي قال للنبي طلب من النبي ايه؟ ان ياخذ قميصه ليدفن ابيه فيه. فالنبي عرف ان هو بيطلب القميص مقابل قميص. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي اعطاه حتى لا يكون له يد. وكان النبي عادته اذا طلب منه شيء لا يرد سائل. صلى من كرم اخلاقه. ثم ساله ان يصلي عليه. وما كانش لسه نزل الايه لا تصلي على احد من امتي ابدا ولا تقم على قبر. واخد بالك؟ ما نزلتش لسه الايه. وان كان سيدنا عمر قال للنبي ما تصليش عليه. ودي من ضمن موافقات سيدنا عمر. ان نزلت الايات موافقه لكلام سيدنا عمر، لكن خد بالك ان النبي كان عادته الرحمه والمسامحه. فالنبي صار على عادته ولم ينزل تشريع فصلى عليه. صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهم. صلى الله عليه وسلم. فلما صلى عليه لم يكن النبي مجوزا الشرع الشريف، بل كان متخلقا بأخلاقه الكريمة وهي الصفح. ربنا قال له فاصفح الصفح الإيه؟ الجميل، مش قايل له كده؟ فكان في أمر الصفح الجميل. فتمثل بالصفح الجميل فصلى عليه إكراما لابنه الصالح. فهم؟ وهو يعلم أن الله لا يقبل استغفار النبي له حد. لكن النبي فعله من باب ايه؟ تأليف القلوب. ايوه. سيدنا عمر قال الرسول وقد نهاك الله عن تصلي عليه. لا لا لا. ما انا عارف، يعني قد نهاك، يعني في قوله لا تستغفر له. انت استغفر لهم 70 مرة. فاعتبر الصلاة استغفار. فهم منها سيدنا عمر ان النهي عن الاستغفار معنى النهي عن الصلاة. بس ما كانتش لسه نزلت الآية ولا تصلي. فهم؟ قال لي استغفر لهم ولا تستغفر، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. كانت نازلة الآية دي. ففهم منها سيدنا عمر إن النهي عن الاستغفار إن 70 مرة دي حتى لو معناها الكسرة إن ربنا مش هيقبل. والاستغفار اعتبره هو الصلاة على الميت، استغفار للميت. فاستنتج منه إنه لا تصلي، وده برضه من بديع استنتاج سيدنا عمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمور التي فيها تأليف القلوب كان يلتزم بالنص. حتى لما سمع 70 مرة قال أزيد على 70. كويس؟ علشان يألف القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني موقعه وأخباره بتصل لكل جزيرة العرب، فلما يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم الطبع ده يقبل الناس عليه ويدخلوا في الإسلام. صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله كان قائم بحقه ليقوم بحق الدعوة وتأليف القلوب. والا يكون غليظ الطبع عليهم. واخد بالك؟ حتى نزلت القران فكان القران له عذره، لما يمتنع عن الصلاه عليه فالايه جات له. فهمت ازاي؟ انما قبل كده يقولوا ليه كده جافي؟ لماذا كان جافي الطبع؟ لماذا لم يفعل؟ طب لماذا لم يستغفر لهم اكثر من 70؟ كانوا ممكن يقولوا كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ايه؟ يحجب عن نفسه اي تهمه تتهمه بجفاء الطبع. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. سيدنا عمر ما كانش عنده بقى ايه كل هذه ايه الامور في ذهنه، لان سيدنا عمر بيفكر من جهة سيدنا عمر، ورسول الله بيفكر من جهة الرسالة. انه جاء ليؤلف القلوب. فهمت بقى ازاي؟ ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ في قوله يعني إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يبقى فهم بإيه؟ يبقى كان الكلام على الآية دي، لأن آية ولا تصلي على أحد منهم لسه ما نزلتش. خدت بالك؟ إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. طبعا الخبر ده ما يوصل
لكل جزيرة العرب الناس كلها تزداد إقبالا على النبي إن يتسامح مع من أذاه، والملك ما يتسامحش مع من أذاه، يبقى ده مش ملك ده نبي. الملك لما يجي له إيذاء من حد يقتله على طول، أي ملك كده فهم؟ لكن ده نبي بقى، دي علامة من علامات النبوة إن يؤذى من هذا الرجل، وإذا هذا الرجل مشهور في جزيرة العرب للنبي، وبالرغم من كده النبي يسامحه ويصلي عليه ويقول استغفر له أكتر من 70، يبقى ده مش ملك. الملك يقتل أو يسيء لمن أذاه، أما النبي يصفح ويعفو، فكان علامة من علامات نبوته. فهمت بقى إزاي؟ وده نفس المعنى اللي خلى النبي لا يقتل المنافقين حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابهم، لانهم اختلطوا في وسط الصحابه، فلا ينفر ناس منهم صلى الله عليه وسلم، وكان عارفهم بالاسم، كان عددهم حوالي 16 او 18 واحد وخلاص معروفين بالاسم، لكن النبي تركه لحد ما يموتوا لوحده، وكفاه الله له بالدبيله، يعني بعض الامراض تصيبهم ويموتوا في خلال كام سنه كده خلاص هيموتوا ويخلصوا، لكن الناس تدخل في الاسلام. قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال فترك الصلاة عليهم. فلا تظن ان سيدنا عمر كان اصوب من النبي، تعرف الظن ده لو جالك تحبط عملك، عارف الظن ده لو جالك يحبط عملك، وهذا خطير. الاصوب هو النبي، لان النبي كانت نظرته اوسع لمصلحه الاسلام والمسلمين ولادخال الناس. سيدنا عمر كانت نظرته ضيقه على سبيل العقوبه لهذا البني ادم، فدي نظره ضيقه، تعاقب شخص تقوم تمنع الاف يدخلوا في الاسلام، ولا تداري شخص فيدخل الالاف في الاسلام، ايهما تختار؟ فداراه النبي فدخل الناس في ايه؟ في دين الله افواجا. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده اللي يظن ان سيدنا عمر كان اصوب يحبط عمله لاعتقاد ان النبي اخطا وسيدنا عمر اصوب. فهمت ازاي؟ ده سيدنا عمر نفسه لو عرف ان الاعتقاد ده جه في قلبك يجي يضربك بالدرب. فهمت ازاي؟ لان مين اللي هيكون اوسع فهما وادراكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تظن ان عمر يكون اوسع فهما وادراكا او اكثر فهما للنصوص الشرعيه والقران؟ هيهات هيهات. فهمت ازاي؟ المسافه بينه وبين عمر بن الخطاب لا تقاس بالسماء والارض. فهمت ازاي؟ ده نبي الانبياء، ده رسول رب العالمين، ده افضل الخلق اجمعين. عمر حتى مش نبي. فهمت ازاي؟ فازاي تقارنه؟ اوعى لان بتخطف في بال بعض الناس للاسف. يخطف في بال بعض الناس انه لو كان كده يا ريته كان سمع كلام سيدنا عمر، ليه عمل كده؟ يجي في باله كده الشيطان يخش لك يخليك تحدث نفسك. الحديث ده اياك اقفل باب الشيطان ده حتى لا يدخل في قلبك شبهه تجاه هذا النبي المكرم، والا اي شبهه في قلبك تجاه هذا النبي من تنقيص تحبط عملك، تقعد تعبد ربك 100 سنه وعبادتك مش مقبوله. شفت المصيبه؟ خد بالك من هذه المصيبه. فليس كل انسان صالح لقراءه مثل هذه النصوص، لان في ناس تقرا هذه النصوص تقوم تزداد احباطا لاعمالها ويدخل في قلبها الشبهه. اياك اياك، اقرا النص من جهه هذا الفهم الدقيق. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال، وبعدين يقولوها ان دي من باب خطا النبي في الاجتهاد، صلى وكان الاولى الا يصلي، ويحطوها في باب خطا النبي في الاجتهاد، معناه ان صواب سيدنا عمر. شوف المصيبه مذكوره في بعض الكتب، دي مصائب مصائب طماط، ان تظن ان النبي يخطئ وعمر يصيب، دي طامه من الطماط. النبي اصاب في هذا الوقت ثم جاء القران غير الحكم. فهمت ازاي؟ لأن النبي كان له نظرة
ألا يصد الناس عن هذا الدين، وأن يظهر أمام الناس أنه ليس ملكا يعاقب بل نبي يصفح ويعفو. فهمت بقى إزاي؟ لأنهم كانوا فاكرين أن النبي ده جاي للملك. في جزيرة العرب القبائل قالوا ده جمع العرب وعمل قوة يبقى ملك، كانوا ظنينه كده. فهمت بقى إزاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا بل نبيا، فتصرفه أثبت أنه نبي لا ملك. لو تصرف على وفق كلام عمر لأثبت للناس أنه ملك يعاقب من أذاه. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي تصرف النبي كان هو الصواب. فلما نزلت الآيات بتصريح أنه لا يصلي على أحد منهم أبدا، فإذا لم يصلي على أحد منهم فعنده عذره، يقول عندي نص. إنما قبل ذلك يظن فيه أنه ملك يعاقب من أذاه، لكنه هو كان متخلفا بالصفح الجميل. هذا المعنى الدقيق تاخد بالك منه. فالنبي لم يخطئ في اجتهاد قط، بل كان على الصواب في كل لحظة، صواب اللحظة دي أن يصلي عليه. فهمت ازاي؟ هذه اللحظة صوابها أن يصلي عليه. ثم بعد نزول الآية كان الصواب بعد نزول ألا يصلي عليهم. فهمت ازاي؟ سيدنا عمر فاته كل هذا، سيدنا عمر فاته كل هذا، معذور لأنه لا يوحى إليه، معذور لأنه ليس بنبي، معذور. سيدنا عمر كامل، كامل كمال من ليس بنبي. فهمت بقى إزاي؟ لكن نبينا كامل كمال نبوة الأنبياء، ده هو نبي الأنبياء. يعني إحنا لا نجد حتى كلمة في لغة العرب نصف بها كمال النبي، لأن النبي كان هو الكمال صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ فبرجاء تصحيح هذه العبارات الموجودة في الكتب وتصحيح هذه المفاهيم في أذهان الناس، لأن أنتوا بعد كده هتخطبوا الجمعة وتدوا دروس لإيه؟ للناس. فلازم تزيلوا هذه الشبهات من قلوبهم، وإلا يعبد ربنا 100 سنة وفي قلبه هذه الشبهة يحبط عمله. شفت بقى الخطورة؟ كذلك في قضية إيه؟ أسرى بدر، وإحنا اتكلمنا عنها. في قضية أسرى بدر كان النبي هو الصواب، ونزل القرآن بتصويب اختيار النبي، لأن قال له لولا كتابه من الله سبق بحل الغنائم لمستكم فيه إيه؟ عذاب عظيم. مش كده برضه؟ يبقى النبي اختار إيه؟ حل الغنائم وحل الفداء، اختارها. نزل القرآن بتأييده، مش كده برضه؟ يبقى لما ينزل القرآن بتأييد اختيار النبي، يبقى مين الأصوب؟ إنه يقتلهم ولا ياخد الفداء؟ أو سيدنا عمر بيقول له اقتلهم، يبقى مين الأسوأ؟ النبي على كل حال. فهمت بقى ازاي؟ ما كان لنبي قبلك أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، هذا في شرع من قبله، أما في شرعه فقال أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، فاستحلها النبي قبل أن ينزل النص، فوافق اجتهاده شرعه. مش كده برضو؟ عشان كده ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يعني ما كان لنبي قبلك، بدليل قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فضلت على الأنبياء بخمس، منها أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. وعشان كده ربنا قال له إيه؟ لولا كتاب من الله سبق، أي بحل الغنائم لهذه الأمة، لمستكم يا من أحببتم الفداء لأجل الدنيا منا عذاب عظيم. يبقى الكلام هنا التهديد بمسيس العذاب لمن فرح بالفداء من أجل المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من أجل الرحمة. هناك فرق. فالكلام هنا التهديد لمن أحب المال من أجل الفداء، والنبي خارج عن المسألة. فهمت بقى إزاي؟ وليس تهديدا للنبي. الحاجات دي كلها مهمة على فكرة، لأن في كثير من الناس أساءت فهم هذه المسائل، ويبرزوا أن سيدنا عمر كان أكثر حكمة من النبي وأكثر صوابا، وهذا من أكبر الأخطاء، أن تظن أن هناك شخص من الأشخاص أيا كان ولو كان نبي أصوب من نبيك، حتى ولو كان نبيا، النبي هو أصوب إيه؟ أصوب وأحكم من خلق الله على الأرض. فهمت بقى إزاي؟ دي الحقيقة، أو في الأكوان دي الحقيقة. فموت على هذا الاعتقاد أقل عمل يقبل، وتموت على إيه؟ على موت سليمة. إنما أعبد ربك للنهار وفي ظنك إن النبي فيه نقص، هيهات هيهات. فهمت بقى المسألة؟
وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وزاد قال فترك الصلاة عليه. ترك الصلاة عليه بناء إيه؟ عن الأمر الواضح. إنما قبل ذلك كان الأمر الواضح إيه؟ فاصفح الصفح الجميل. اللي قبل دي كان الأمر الواضح إيه؟ فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو إيه؟ الذي لا لوم فيه. يبقى النبي كان ملتزما بالشرع عندما صلى عليه، ولما ترك الصلاة كان ملتزما بالشرع أيضا. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني جهلكم بربكم أرداكم، فدول جهل بالله أرداكم يعني أهلككم. وعن أبي قال وحدثني، وبعدين كلمة إيه كثير شحم بطونهم دي خد بالك دليل على أن السمن علامة على سوء الفهم وقلة الفهم في الغالب الأعم، في الغالب الأعم. فهمت إزاي؟ عشان كده الإمام الشافعي يقول ما رأيت سمين أعقل من محمد بن الحسن، لأن محمد بن الحسن كان سمين دخيل. الإمام الشافعي كان عنده انطباع أي سمين همه على بطنه، يعني قليل الفهم، لأن طول النهار قاعد يفكر في الأكل. فهمت إزاي؟ يبقى قليل الفهم. لكن لما تقابل مع محمد بن الحسن في العراق ووجده سمين وعاقل قال ما رأيت سمين وعاقل إلا محمد بن الحسن، فكان يحبه يعني. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن عمارة ابن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله حاء وقال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه في غزوة أحد، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني ما لكم في المنافقين فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة إيه تقول لا نقتلهم. فهمت إزاي؟ لأن في لما النبي خرج لأحد مجموعة من المنافقين قالوا إيه؟ قالوا هو مش النبي كان عايز يقعد في المدينة يقابلهم في المدينة؟ طب وتخرجوا ليه معاه؟ ما يلا نرجع. فرجعت مجموعة وفي طائفة إيه من الأنصار فكرت ترجع معاه، واخد بالك إزاي؟ إذ همت طائفة منكم أن تفشل والله وليهما. فهمت إزاي؟ يعني في طائفة لكن ربنا ثبتهم وفضلوا ماشيين والتانيين رجعوا، واخد بالك إزاي؟ نكسوا على عقبه. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل، هي دي إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لما المجموعة اللي ابتدوا يفكروا يرجعوا المدينة مع المنافقين اللي هيرجعوا لكن ربنا ثبته
فربنا سجل هذا الايه الموقف في القرآن. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله واللفظ لزهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميدة ابن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس، يعني بواب ابن عباس، قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. يبقى نزلت في أهل الكتاب والمنافقين أيضا، يبقى إيه نزلت في أهل الكتاب بناء على السياق والسباق، ونزلت أيضا في بعض المنافقين الذين كانوا يعتذرون للنبي أنهم لم يخرجوا ثم بعد ذلك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحمدوا بالإيمان ويحمدوا بأنهم منصعين للنبي وهم لم يفعلوا الإيمان ولم ينصعوا للنبي في باطنهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمار خرج مع سيدنا علي وكان ماشي مع سيدنا علي، بل عمار بن ياسر كان يرى ان سيدنا علي احق بالخلافه من ابي بكر، كان رايه كده كمان. شوف قد ايه عمار بن ياسر من زمان. فلما حصلت الفتنه ايام سيدنا علي بن ابي طالب خرج عمار مع سيدنا علي، فبيسالوا بقى عمار بيقولوا له يعني هل فعلتم ذلك يعني لشيء عهده اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده الى الناس كافه، ولكن حذيفه اخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. الدبيلة ده عبارة عن خراج أو دم الكبير يبقى في باطن الإنسان يعمل له تسمم ويموت مرض، يجيله الدم الكبير من ظهره وبعدين يكبر يكبر في داخل الصدر حتى يبرز من صدره وينفجر ويموت. فهمت ازاي؟ دي اسمها الدبيلة. فبيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل دخلوا الجنة لأن على اللقاب يستحال. سم الخياط اللي هي ثقب إبرة الخياط، ثقب الإبرة، الجمل قيل هو الحبل الكبير بتاع
الايه السفينه، عارف السفينه يبقى حبل كبير يسموه جمل، او الجمل هو الجمل المركوب. وفي الحالتين لا يمكن واحد من دول يدخل في ايه، في قرب الابن. فهمت على المعنى ايه؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي نضره عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار رايت قتالكم ارايا رايتموه؟ فان الراي يخطئ ويصيب، او عهدا عهده اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده الى الناس كافه. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في امتي، قال شعبه واحسبه قال حدثني حذيفه، وقال غندر اراه قال في امتي 12 منافقا لا يدخلون الجنه ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيله سراج من النار يظهر في اكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يعني يظهر من صدورهم. يعني ايه سراج من النار؟ يعني دمل مولع، مولع يعني سخن مع حرارة، يعني يظهر في أكتافهم من الخلف يعني من الظهر، يا حتى ينجم يظهر من صدورهم فينفجروا ويموتوا. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. العقبة دي مش هي العقبة المشهورة؟ العقبة دي موضع طريق لتبوك، في الطريق في غزوة تبوك جلس فيه المنافقين يتآمروا على انهم يقتلوا النبي. فهمت ازاي؟ فالعقبة دي في طريق تبوك، غير العقبة الثانية اللي فيها بيعة الانصار. فهمت؟ كان بين رجل من اهل العقبة اللي هم اجتمعوا يتآمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذا سألك، لأن حذيفة كان كاتم سر النبي عارف أسماء المنافقين. فقال له القوم أخبره إذا سألك، قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. يعني فضح، قال له بيك يبقوا 15، يعني فضح. وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى، فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. كان برضه في الطريق لتبوك كان في ماء، قال هيقابلكم ماء لا يقرب منه احد حتى اتي، فشرب منه 3 قبل ان ياتي النبي فلعنهم النبي. فهم؟ ولما جاء النبي كان ماء قليل والجيش كتير، فتفل النبي فيه فايه فصار إيه يعني كثيرا غزيرا حتى انهم سقوا الجيش كله منه. دي كل دي القصه دي كانت في غزوه تبوك. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا قره بن خالد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنيه ثنيه المرار فانه يحط عنه ما حط عن بني اسرائيل. قال فكان اول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر. فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينشد ضالة له، يعني بيبحث عن إيه ضالة من الإبل يعني. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار بمثل حديث معاذ، غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. يعني قال من يصعد ثنية الإيه المرار النبي صلى الله عليه وسلم
يحط طعمه اوزاره الا صاحب الجبل الاحمر، الا واحد اللي هو طلع الاعرابي ده اللي رفض النبي يستغفر له كان يمشي ويضلل، ودي برضه علامه كبيره من علامات النبوه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيره عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرا البقره وال عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق باهل الكتاب، يعني تنصر بعد ما كان قارئ للقران وكاتب للوحي، قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه يعني دفنوه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، كل ما يدفنوه الأرض تلفظ، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وعن أبي قال حدثني أبو كريب، يعني يدلك على أن صفات المنافقين سوء الخاتمة، من صفات المنافقين سوء الخاتمة. وعن أبي قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكبة، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وعن أبي قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، عدنا يعني زرناه مريضا، موعوكا يعني مريضا محموما، قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة، هذينك الرجلين الراكبين المقفيين يعني الراجعين يعني لرجلين حينئذ من أصحابه، يعني أشار الاثنين من المنافقين يعني. وسموهم أصحابي ليه؟ لأنهم يعني مختلطين بالصحابة. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، يعني الحائرة، العائرة بمعنى الحائرة وزنا ومعنى، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة، يعني إيه؟ يعني تركن إلى هذه مرة وتركن إلى هذه مرة، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهمت إزاي؟ المعنى يعني ليس ثابتا على مبدأ بل مغير مبدأه في كل لحظة، دي من صفات النفاق أيضا عدم الثبات على المبدأ. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة، تكر مكان تعير يعني، وتكر بمعنى تعير يعني تركن. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب صفة القيامة والجنة والنار فيه 20 بابا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك
وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.